أهلا بكم جميعا إلى نشرة أخبار الثامنة، ونبدأها بالعناوين. المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بعد توافق على مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية. إلغاء احتساب نسبة 20% من المعدل النهائي للبكالوريا، تعديلات على نظام الامتحانات المستمرة للأعداد والثانوي. والحكومة تقول إن إصلاحات كبرى ستشمل الصناديق الاجتماعية السنة الحالية، تؤكد مراجعة برامج المساعدات الاجتماعية. أهلا بكم مجددا. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ذلك بموافقة 139 نائبا واحتفاظ 22 آخرين ودون تسجيل أي اعتراض. القانون أقر مشاركة حاملي سلاح في الانتخابات البلدية وبعتبة 3% للفوز بأحد المقاعد في المجالس البلدية. بأغلبية الحاضرين وبعد أكثر من 7 أشهر من تعطل المشروع داخل قبة البرلمان، صدق مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون تسجيل أي اعتراض. في آخر المطاف وأنه وجدنا أرضية للتوافق بين كتل، نعتبره نصر للشعب التونسي، نعتبره أنه المرحلة نتاع الانتخابات البلدية صحيح بدأ العد اليوم، من اليوم بدينا فهمتي في العد إلى الانتخابات البلدية. تمرير المشروع كان مفاجئا، فحركة النهضة غيرت توجهات تصويتها فيما يتعلق بالفصل السادس الذي اعتبروه خطيرا، فصل يسمح بمشاركة الأمنيين والعسكريين. احنا قناعتنا لازالت راسخة بأن مصلحة البلاد الآن تقتضي ألا نقحم حاملي السلاح في الانتخابات، ولكن تقدير مؤسسات الحركة المختلفة أن ضرر إقحام الأمنيين في التصويت أقل ضرر من تأجيل الانتخابات البلدية، وبالتالي صاحبنا البساط من تحت من يتذرعون بحق الأمنيين في التصويت من أجل تأخير الانتخابات البلدية. خيارنا وقرارنا بترك النظر للتفاصيل كان هو المرور إلى تطبيق البند 7 من الدستور، المرور إلى المركزية من خلال حكم محلي وجهوي، التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية والبلدية لأن أوضاع بلادنا ما عادش تتحمل الأوساخ، ما عادش تتحمل الروائح الكريهة، ما عادش تتحمل التجاوزات اللي مست مصلحة البلاد. وينص الفصل الخاص بتصويت القوات الحاملة للسلاح على أن يرسم بسجل الناخبين العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها، كما لا يمكن أن يترشح العسكريون وقوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية، وتجرى عملية التصويت للعسكريين وقوات الأمن الداخلي قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. التصويت شمل أيضا الفصل الخامس المتعلق بالعتبة والذي لقي رفض 34 نائبا واحتفاظ نائبين فقط، فصل لا يسمح بفوز القائمة المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة بأي مقعد، كما يفرض إسناد المقاعد للقائمة الانتخابية بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. مسألة العتبة اللي هي 3% واللي احنا حبيناها كانت تكون 2% أفضل. الفلسفة العامة نتاع القانون هذا هي تضيق على المترشحين وعلى الأحزاب الصغيرة أنها تنجم تكون عندها معناتها حظوظ في أنها تشارك في الحياة السياسية وتكون عندها قائمات تمثلها في الانتخابات البلدية. صوتنا على القانون اللي ينظم الانتخابات باش ننتخبوا الناس، كيفاش ننتخبوا الناس اللي باش يترشحوا للبلديات. إي لكن البلديات عندنا قانون ليهم، مازال قدام الجبهة الشعبية خدمة كبيرة باش تناظر من أجل أنه يكون القانون المنظم للبلديات والجهات مكرسا فعليا للمركزية، محافظا على وحدة الدولة، يعني يوجد بلديات وجهات قادرة على العمل والفعل وعندها مالية كافية وعندها قدرة وعندها سلطة قرار وعندها تواصل فعلي مع المواطنين. وبالمصادقة على القانون المنظم للانتخابات البلدية والمحلية يفتح باب التساؤل حول مدى جهوزية الأحزاب لخوض غمار هذه الانتخابات. إذن المصادقة على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء مؤشر على بداية تفعيل باب كامل من الدستور، وهو باب السلطة المحلية وإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر حسب ما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
خطوة ترسم على طريق إجراء الانتخابات البلدية والجهوية بعد المصادقة على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وذلك في انتظار ما يمكن أن يعترضه من طعون واستيفاء للآجال القانونية إلى حين دخوله حيز النفاذ. مرحلة جديدة انطلقت وستمكن من تفعيل باب السلطة المحلية والذي نص عليه دستور الجمهورية الثانية. عندنا باب كامل موجود في الدستور لم يقع تنفيذه إلى حد اليوم، لم يدخل حيز النفاذ إلى اليوم، هو الباب متعلق بالسلطة المحلية، والسلطة المحلية لا يمكن أن تمارس بدون قانون يتعلق بالانتخابات البلدية ثم الانتخابات الجهوية وثم قانون متعلق بالجماعات المحلية لحدد الاختصاصات متاحة إلى غير ذلك. وأنه 2019 عندنا زوز مواعيد كبيرة اللي هي الانتخابات التشريعية والرئاسية اللي ممكن تكون على دورتين، من المحبذ ومن المستحسن إنجاز الانتخابات المحلية والجهوية في 2017 حتى نترك للتونسي للناخب التونسي المجال المريح للتنقل لجميع المحطات الانتخابية بأريحية كبيرة، وهذا يضمن إن شاء الله نسبة مشاركة محترمة في جميع المحطات. إجراء الانتخابات وتركيز البلديات وتمكين المواطن من الخدمات عن قرب مؤشر على بداية مرحلة الحكم المحلي والقطع مع مركزية السلطة. أهم شيء يراه المواطن اللي نجم يعني يستنتج مباشرة هو الحياة في الحياة المحلية، هو يعني السيرفيس المرافق المحلية، هو الأشياء اللي تهمه مباشرة في حياته اليومية. تمكين العسكريين والأمنيين من صفة ناخب والمشاركة لا يمنح لهم الحق في الترشح للانتخابات ولا المشاركة في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات الحزبية. أنهم يشاركوا يوم أو يومين قبل الموعد الأساسي لباقي التونسيين، ثم هناك مقاييس أخرى ستعتمدها الهيئة للحفاظ على سرية اقتراع الأمنيين والعسكريين حتى لا يكون اقتراعهم واضح بشكل جلي للعيان، حتى لا تكون يعني هناك معلومات تدور حول التوجه العام لديهم. غير هذايا الاستعدادات ماهيش باش تكون يعني فيها إشكاليات كبيرة. إجراء الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر تاريخ شددت عليه كثيرا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك مراعاة للمواعيد السياسية القادمة. وللمزيد يحضر معنا في الاستوديو وزير الشؤون المحليه والبيئه رياض المؤخر. اذا السيد المؤخر، بعد المصادقه على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء ندخل مرحله جديده وهي تحضير للانتخابات المقبله، ماذا عدتم لوجستيا الوزاره كوزاره الشؤون المحليه والبيئه؟ ساق بكل شيء هذايا المصادقه على القانون هذايا هو انتصار للمواطنين، انتصار المواطنين اللي تعبوا من منظومه النيابات الخصوصيه اللي بعد النيابات الخصوصيه اشتغلت بصفه حسنه، ولكن انتهى المنظومة هذه عندها 6 سنين لازم ننضيو للانتخابات البلدية. هذا القانون كان تقدم به السيد رئيس الحكومة، كان احنا قلنا القانون هذا جائز، ولكن ثم تعطيل كان في فصلين، الحمد لله اليوم خلطنا باش نعديوها القانون هذا وهذا مهم. التصويت على القانون هذا مش يفتح الباب لإرساء حاجة مهمة في الدستور اللي هي مسار اللامركزية والحكم المحلي. مسار اللامركزية والحكم المحلي هذا عنده ضوابط مهمة، أن ضوابط أنه مش كنا هم مبدأ التدبير الحر في المحلي في الجهات المحلية، هذا مهم. ما عاد ثم هالمراقبة المسبقة، تولي مراقبة لاحقة، ما عاد ثم سلطة الإشراف، ولكن ثم ضابط أخير مهم جدا أنه لازم نحافظوا على وحدة الدولة في 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 في, في الحكم المحلي. هل تصور انت على مركزية هذية مش يبدأ اليوم مع قانون الانتخابات؟ ماذا عدتم لإنجاح هذا التصور؟ ثم قانون الجماعات المحلية، مجلة الجماعات المحلية اللي تحدثوا عليه عدة اختصاصيين اليوم. قانون الجماعات المحلية هذية أكبر قانون مش عديوه بعد الدستور، فيه تقريب أكثر من 400 فصل. القانون هذا قانون مهيكل، قانون مهم جدا. القانون هذا جاهز اليوم مش عديوه على مجلس الوزراء ويتعدى على مجلس نواب الشعب. في الفترة هذه بين المصادقة على القانون الانتخابي وتنظيم الانتخابات البلدية مش يكون النقاش حول مجلة الجماعات المحلية اللي مش تهيكل وتعطي طريقة الحكم المحلي كيفاش تكون. ولكن خلاف هذا ما يكفيش أن نخرجوا قوانين، لأن القوانين لا تكفي. احنا عنا تصور كامل، رؤية كاملة للامركزية، لأن اليوم البلديات غدوة مش تعطيهم، شو هي اللامركزية؟ مش تعطي صلوحيات لبلديات ما كانتش عندها صلاحيات، ياما ذاتية ياما منقولة من عند المركز. هالصلاحيات باش البلديات تنجم تنفذهم ولا المجالس الجهوية، لازم يكون عندهم الإمكانيات البشرية، لازم يكون عندها الإمكانيات المالية. تطوير
المالية المحلية مهم ياسر. اليوم البلدية مثلا نسبة التغطية نتاعها ما تعداش 10%. البرنامج الكامل، البرنامج يعني انتم عددتم برنامج كامل في هذا الاطار، البرنامج كامل يلزم 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 نسبه التغطيه تتعدى، هو يصير لمركزيه إيه يلزم بتدرج. انت مسؤول حكومي، انت وزير هذا هو البرنامج يعني. الموجود انه تتعدى هل نسبه التغطير من 10% اليوم ل 15% 3 سنين بعد، ل 21% 6 سنين بعد، ل 25% 9 سنين بعد. هو مسار لمركزية، هو مسار يجيب التدرج. كيف المالية اللي باش تعطيهم، مش تعطيهم صلاحيات، لازم إمكانيات مالية. اليوم موارد البلديات مثلا 3% من موارد الدولة. هذا مش تعديش في بلدان اللي عندهم الحكم المحلي، حتى البلدان العربية تاخذ المغرب، ناخذ مثلا تركيا 10% 19%، البلدان المتقدمة توصل الموارد البلديات حتى 25-30%. احنا مش نطوروا في الموارد المحلية، وهذا هو البرنامج تعرض على مجلس وزراء. هذايا معناتها المسار هذايا تعرض على مجلس وزراء. طبعا البلديات الجديده هذه اللي تركزت، احنا عممنا النظام البلدي، ما فماش كان الانتخابات، ولكن عممنا النظام البلدي. كيفاش عممناه؟ عممناه زدنا بلديات جديده 86 احداثات بلديات جديده، ووسعنا في نطاق تدخل البلديات واللي تشمل كامل التراب، معاش منطقه ريفيه ومنطقه حضريه. البلديات وقت توسع هذوما وتكبر عدد بلديات، لازم يكونوا بلديات فاعله عندهم تمويل. هذايا نخدموا عليه، ثم برنامج كامل في تقدمنا المسابقه على القانون النقابي، معناتها نشوفوا نوصل للبرنامج. هذا البلديات، هذا البلديات في جوان، في جوان البلديات الجديده في جوان استكملوا، في جوان المقبل قبل الانتخابات طبعا نستكملوا تركيز البلديات الجديده هذه. تمويلهم موجود وبرنامجهم موجود. بعد طبعا بعد ثم التمويل الاستثمارات نتاع البلديات، احنا في نقاش متقدم مع الممولين، ثم برنامج 750 مليون دينار للبلديات الجديده ولا البلديات اللي توسعت، طبعا مع اضافه البرنامج الاستثماري للبلديات القائمه الموجوده توا، اللي هو لا نعطيه الرقم لانه مهم بسرعة. اللي هو ب 1220 مليار، والبرنامج هذا بدا ومتقدمين فيه. نعود الى نقطه مهمه ايضا، هي تشريك الامنيين والعسكريين في الانتخابات المحليه والجهويه فقط، مش التشريعيه والرئاسيه، المحليه والجهويه لاقى بعض الانتقادات. ما هي قراءتك خاصه وانك انت حتى قبل ان تكون في الحكومه نديت بتشريك الامنيين والعسكريين؟ شوف طبعا هذا موضوع معناته جدال وقع في جميع الديمقراطيات. اليوم الديمقراطيات العريقه الكل هم عندهم يسمحوا للعسكريين والامنيين باش يصوتوا. احنا المهم شنو هو تصويت الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلديه والجهويه، معناتها ما ثماش حملات انتخابيه في الترشيعيه والرئاسيه متوجهه للعسكريين والامنيين، لان في الجهات ما يعملوش حملات انتخابيه. ثاني حاجه، ثم ضوابط لانتخاب الامنيين والعسكريين، ضوابط محدده حددناها في القانون اليوم، انه ما عندهمش حق يساهموا في الحملات الانتخابيه، ما يحضروش اجتماعات حزبيه، معناتها وخاصه انه اذا يخالفوا هذا يروا هذا يمشي حتى للعزل، حتى للعزل على طريق مجلس الشرف ولا مجلس التاديب. اضافه الى هذا، طريقه التصويت نتاعهم معناتها باش يصوتوا مش مع بقيه المواطنين، نتائج التصويت نتاعهم ماهوش باش تكون ظاهره، مش نعرفوا شكون صوتوا الامنيين وشكون صوتوا العسكريين. طبعا هو الامني ولا العسكري ديما عنده قناعاته، حتى كم يصوتش وقت اللي تمنع من التصويت. يعني تقول انه هو تكريس لحق العسكري والامني في المواطنه، يعني في التصويت فقط في الخلوه. وهذا 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 معناتها تعرف اللي وقت اللي ما يصوتش الامني والعسكري، هذا ما يمنعش انه عنده راي، ما يمنعش انه عنده تاثير حتى على عائلته. نختم بسرعه سيد الوزير في موضوع ساسالك بصفتك عضو في الحكومه، حركه المعتمدين الاخيره لقت بعض الانتقادات، ما هو تعليقك؟ يا اخي ثم حاجه ما لقاش انتقادات في تونس وقت يصير حركه المعتمدين صارت وانتهى هو حتى الموضوع. وصل الى تشكيك في اهليه بعض الاسماء. اعطينا الرقم البارح واعطاه سيد رئيس الحكومه، اللي تسميهم معتمدين اليوم اكثر من 95%، هذا الرقم المهم، اكثر من 95% عندهم مستوى جامعي. من بعد ثم
بعض الحالات اللي ما عندهمش المستوى هذا. المهم الفلسفة العامة هو أن ثم المستوى الجامعي في المعتمدين 95%. ولكن يوم اللي أهم من هذا، أهم من هالانتقادات، هل أهم هو هالتصويت على القانون الانتخابي، هو المضي حول تنفيذ اللامركزية ومسار المركزية وإنجاح مسار المركزية وإنجاح انتخابات المعتمدين. راهو ما هم المعتمدين هم مسؤولين محليين أيضا في هذا الإطار تاع المركزية، ولكن حتى دور المعتمد راهو إن صدقنا على القانون المجال العامات الحالية سيختلف تماما. حتى دور الوالي حتى دور الوالي مش نشوف اللمعة وحوارية، معناتها ثم تبديل كبير. خل ندخلوا في هالبرنامج الجديد هذا، وهذا اللي مش يعطي مش تكون راهو الحكم المحلي مش يكون قاطرة للتنمية، قاطرة للتنمية، وهذا مهم جدا. نعم اليوم 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 حركة المعتمدين نعم. هذه حاجة ورانا، احنا حبوا نغزو المستقبل ونحبوا الناس توا تساهم في الانتخابات البلدية، وهذه دعوة للمواطنين انهم يشاركوا في الحكم المحلي. الحكم المحلي ماهوش عند الأحزاب فقط، هو عند الأحزاب، عند المستقلين، كل انسان عند المواطن في النهاية. عند المواطن. نعم شكرا لك وزير الشؤون المحلية والبيئة الرياضة المؤخر على كل هذه الإيضاحات. قبل ان نمر نشير فقط الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفى اي نية للتراجع عن التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين. في موضوع اخر، صوت اعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر بأغلبية 132 نائبا مقابل تسجيل تحفظ وحيد ومعارضة نائب واحد. وكان أكثر من 100 نائب قد أمضوا منتصف الشهر الجاري على عريضة لتكوين هذه اللجنة للمطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع لما يكتسيه من أهمية وتداعيات على الشباب التونسي. نفتح الآن ملف التربية والتعليم. فقد قامت وزارة التربية بإدخال تعديلات جديدة على نظام الامتحانات المستمرة بالنسبة للمدارس الإعدادية والثانوية خلال السداس الثاني، تعديلات تباينت بشأنها مواقف التلاميذ والنقابات التعليمية. بعد الاحتجاجات التي رافقت رزنامة الامتحانات خلال السداسية الأول من السنة الدراسية، يبدو أن وزارة التربية تداركت الأمر من خلال إدخال تعديلات جديدة على نظام امتحانات المراقبة المستمرة بالنسبة للمدارس الإعدادية والثانوية، تعديلات ستكون على هذا النحو. فما فترة أولى هي فترة الدراسة، وهذه تنطلق من 23 إلى 4 فيفري 2017، معناها ما فماش امتحانات. الفترة الثانية هو لمدة 27 يوم، وهي تنطلق من 6 فيبري الى 15 مارس. وهنا السادة المربين معناها مدعوون لاجراء معناها الفرض الاول، كذلك تنطلق معناها الفرض الثاني فترة اخرى مدة 26 يوم، والفترة هذه من 16 مارس الى 22 ابريل إذا كان معناها المادة هذه كتستوجب فرض ثاني. بعد فما فترة فيها إصلاح ورجاع للفروض ودراسة، الفترة هذه هي من 24 أبريل حتى 11 ماي، وبداية من 12 ماي حتى 24 ماي هي فترة امتحانات أكها وتتعطل فيها الدروس. تعديلات قالت نقابة التعليم الثانوي أنها جاءت متأخرة، معتبرة أن تخصيص أسبوعين للفروض التأليفية قد لا يخدم البرامج التربوية. يعني أسبوعين كاملين يعني دون دروس، هذا يعني أنه سنخسر ما لا يقل عن 6 أيام دراسة. وتقديراتنا أن المدرسين الآن يعني أكدوا أنه من المستحيل يعني استكمال البرامج يعني في ظل امتحانات الدوم يعني أكثر من 12 يوم. وأعتقد أنه هذايا إن كان يرضي أبنائنا التلاميذ ويرضي ربما جزء من المدرسين وليس كثر المدرسين، فأعتقد أن هذا لم يكن فعلا الحل السليم. وقد أثار ملف نظام السداسي ورزنامة العطل الجديدة الموضوع القديم المتجدد جدلا داخل صفوف التلاميذ، ودعا في هذا الخصوص بعض التلاميذ إلى ضرورة إعادة التفكير في هذه النقاط. سداسي راهو هو فما شكون ساعد وفما شكون ما ساعدوش. انا ما ساعدنيش على خاطر بالحق المعدل باش يتيح برشا للتلامذة. كنا سافا مويناتنا سافا، ايش اشوف اللي سيدي ريت مويانات كلهم طاحوا. رجحنا ثلاثة تريمستيات خاطر على قليلة حتى كي واحد ما يلقاش روح تريمستا الاولى ينجم تريمستا الثانية والثالثة يدارك فيها، خاطر كي والد زوز حتى من النسبة متاع نجاح والد ما عادش كما قبل. هذا وأكدت وزارة التربية أنه لا تراجع على النظام السداسي، وأن التغيير الوحيد خلال السنة المقبلة هو العودة إلى عطلة الشتاء العادي مع الإبقاء على نظام الخمس أسابيع.
امتحانات البكالوريا لهذه السنة أيضا ستكون مختلفة عن سابقاتها بعد قرارات وزارة التربية بإلغاء احتساب نسبة 20% من المعدل السنوي وتأجيل موعد انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بأسبوع واحد. تبقى أبرز القرارات الجديدة المتعلقة بتلامذة البكالوريا هي إلغاء احتساب نسبة 20% من المعدل السنوي ضمن المعدل النهائي لامتحان البكالوريا بصفة نهائية. قرار يهدف وفق وزارة التربية إلى إعادة الاعتبار لقيمة الشهادة العلمية وإضفاء مزيد من المصداقية على نتائج هذا الامتحان. نسبة 25% من المعدل السنوي يتم احتسابها ضمن المعدل النهائي لامتحان البكالوريا، والصيغة هذه تم اعتمادها لمدة تقريبا 13 دورة، ثم وقع تعديل هذه الصيغة في دورة 2015-2016 وتم احتساب نسبة 20%. دورة 2017 سيتم التخلي بصفة نهائية على مبدأ احتساب نسبة معينة من المعدل السنوي ضمن المعدل النهائي لامتحان البكالوريا. كما تم إقرار تأجيل موعد انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بأسبوع واحد مقارنة بالدورات السابقة لتنطلق في 7 جوان عوضا عن غرة جوان. يتم تأجيل هذا الموعد بأسبوع، يعني مع المحافظة دائما على الانطلاق يوم الأربعاء، ولكن في الأسبوع عدد 23 من السنة الإدارية عوضا عن أسبوع 22، وهذا يعني ما مش يمكن التلامذة وكافة المترشحين من أسبوع إضافي للمراجعة. هذه الدورة سيتم الإعلان عن نتائج دورة رئيسية عوضا عن يوم السبت يوم الجمعة 23 جوان 2017، وحتى لا يتزامن هذا الموعد مع عطلة عيد الفطر المبارك. ولمزيد التثبت من هوية المترشحين وتفاديا لعملية الغش وانتحال الصفة التي يمكن أن تحصل، سيتم تثبيت صورة شمسية حديثة للمترشح على الاستدعاء الفردي للامتحان. هذا إجراء مهم، مش كان البكالوريا، يهم كل الامتحانات الوطنية بما فيهم حتى مناظرة دخول المدارس العادية النموذجية، تثبيت صورة لكل المترشحين وتكون حديثة العهد هذه الصورة على الاستدعاء الفردي للمترشحين. وهذه آلية مش تمكن الأساتذة المراقبين أو المعلمين المراقبين من مزيد التثبت والتحري في هوية المترشح. قرارات وإجراءات تباينت مواقف التلاميذ حولها بين مؤيد ورافض لها، خاصة فيما يتعلق بإلغاء احتساب نسبة 20% من المعدل السنوي. علاش نقرا فيه أنا وصل عام كيفاش نحل 20% معناه مش تعاوني بحد شيء معناه. ما عنديش مال عليه تنحات، بالعكس تخلي تلامذة يزيدوا يقراوا أكثر. يوخروا في الباك حاجة بيا كأنها تزيد لنا البريود ريفيزيون، ما 20% باش تضر برشا عباد. باهي توخير الامتحانات راهو على خاطر باش نزيدوا الريفزو نحنا، وشهر خير من 3 جمعات. إجراءات دخلت حيز التنفيذ في انتظار إجراءات أخرى قيد الدرس، يتعلق بعضها بإصدار مشروع قانون يجرم كل الاعتداءات بمختلف أشكالها اللفظية والمادية والإلكترونية على منظومة الامتحانات الوطنية وعلى القائمين عليها. وفي علاقة بإنفاق العائلات على التعليم، تشير الأرقام التي توصل إليها المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2015 و2000 إلى ارتفاع حصة إنفاق الأسر التونسية عن التعليم سواء العمومي أو الخاص. ورغم كلفة التعليم في القطاعين، فإن مصطلح الاستثمار في التعليم غزا العائلة التونسية رغم اختلال ميزانيتها لأجله. كم تخصص الأسر التونسية من ميزانيتها العائلية للتعليم عمومي كان أو خاص؟ مؤشرات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2015 و2000 يشير إلى تطور حصة الإنفاق عن التعليم من 2.1% سنة 2010 و2000 إلى 2.2% سنة 2015 و2000، تطور طفيف لا يعكس ما تنفقه العائلة عن التعليم وفق تعبيرتها. نص عبارة نص ميزانية، بس كانت ثلاثة صغار، حط انت ايتود وغارد ناخذ 500 نص الميزانية. اللي نسمع فيه وليزيكو مكلف ياسر، قدك تسأل حتى على الغارد فريمون مكلف بالإنسان، خاصة شهرية واحدة دونك مكلف. عريف صغارنا بالفلوس، معناتها كل شيء بالفلوس، كل خطوة بحسنة، أبسط الأمور ليتود في المكاتب ولا غالي، معناتها 20 الحصة 30% من شهريتي معناتها ماشية، هذه سكولاريتي كهو معناتها قراية برك باش نخلص ليكول ولا والروضة أكهو. أنا ماخذ كريدي مش من تاع دار، وياه تقعد 450 ليهم والله.
بحث إحصائي صادر عن المرصد المدني للرقي بتونس يؤكد أن العائلة التونسية تخصص 10% من عائداتها للتعليم بعد السكن والاستهلاك. الدراسة والتعليم ما أقلش من 10% بالنسبة للراتب. في بعض عائلات يضحيوا بمعناها بنود أخرى لحساب التعليم، وإلا القبر واحد مجبورين مش يضحيه، وفي الحالة هذه النسبة تولي أكثر من 10%، ممكن توصل حتى 15%. إذا كان النحيو السكن بشكله الكراء وخلاص القرض اللي هو 50%، وفي المجموع الباقي نحاول نشوفه التعليم إيش يمثل، وقتها التعليم يمثل حوالي النص متاع المجموع الباقي. وهذاك علاش المواطن التونسي أب أو أم يقول لك راح نصرف برشا على أولادنا، وبصدر الرحب لأنه يعتبر استثمار في الأولاد استثمار يعني مجدي. الاستثمار مصطلح ارتبط بالمؤسسات والشركات، لكنه مستحدث بالنسبة إلى الأشخاص، وارتبط في السنوات الأخيرة من منظور اجتماعي بالتعليم تحسبا للغد. النزعة هذه أو فما السلوك هذا موجود عند عائلاتنا وازداد أكثر، فيمكن يكون منه الهدف تحسين، وطبعا هناك حتى خوف من المستقبل. بعض الأحيان يقول لك نكون في ابني باش يولي يخدم ويولي يصور، وكذلك في وعي حتى متى في الأولياء بأنه في الجانب النفسي وتكوين الشخصية. فالاستثمار ليس في المال، بل الاستثمار حتى في اهتمامات الأبناء. إيلاء التعليم الاهتمام داخل الأسر التونسية موروث ترسخ مع مرور السنوات، إيمانا منها بقدرته على تمكين المتعلم من اعتلاء السلم الاجتماعي. ولأن اختارت بعض العائلات التعليم الخاص رغم نفقاته، فإن التعليم العمومي بدأ يحظو حذوه من حيث الكلفة، رغم أن الفصل 39 من الدستور يقر بإلزامية التعليم ومجانيته بكامل مراحله، ما يدعو إلى مزيد من المراقبة على قطاع يظل في سطارة اهتمامات التونسي. أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في افتتاح الندوة الوطنية حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من الإحاطة إلى الحقوق، أكد أن السنة الحالية ستكون سنة انطلاق الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي ومراجعة برنامج المساعدات الاجتماعية وإرساء برنامج الأمان الاجتماعي. في إطار الحرص على التخفيف تدريجيا من وطأة الضغوط على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن السنة الحالية ستكون سنة الإصلاحات الكبرى، مشددا على أن الوزارة ستحرص على مراجعة برامج المساعدات الاجتماعية وإرساء برنامج الأمان الاجتماعي الذي يندرج ضمن دور الدولة في مقاومة الفقر. ما تسعى الحكومة عبر البرامج التي تسهل عليها الوزارة التقدم بأكثر جرأة في مقاومة الأمية وبخاصة لدى النساء الريفيات تماما، كمعالجة القضايا التي تطرحها العمالة غير المنتظمة والإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم وتيسير سبل العيش لهم ولأسرهم. رئيس الحكومة ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة أكد أن مقاومة الفقر والعناية بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل من أوكد أولويات الحكومة، والتي تأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها من أجل إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والنهوض الاجتماعي. شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاح جوهري لبرنامج المساعدات الاجتماعية بهدف تطويرها وحوكمة آليات التصرف فيها وإرساء إطار قانوني ومؤسساتي موحد لها، وتعتمد آليات التصرف الجديد على مقاييس وشروط موضوعية متعددة الأبعاد للانتفاع بهذه البرامج، وبنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سيتم وضعه بعد القيام ببحث اجتماعي شامل حول هذه العائلات المقدر عددها بحوالي 900 ألف عائلة، أي ما يناهز ربع سكان تونس. الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج والدفاع على حقوقها من بين النقاط التي طرحت خلال الندوة، إحاطة أكد المختصون أن تعزيزها لن يكون إلا عبر تدعيمها باتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف في المجالات التي تخص التونسيين بالخارج. نذكر بالدور الهام اللي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في إبرام اتفاقيات جديدة في مجال الضمان الاجتماعي، وصلتنا اليوم إلى تغطية اجتماعية لمواطنينا بالخارج بلغت نسبة 90%. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كذلك احنا منخرطين في كل الاتفاقيات اللي تخص حماية اليد العامة المهاجرة، وطبعا لما نحكي على حماية اليد العامة المهاجرة ف
فبالتالي نحكي على حماية حقوق التونسيين في مختلف بلدان الإقامة، حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كذلك. وبخصوص التونسيين المقيمين بالدول غير المعنية بهذه الاتفاقيات على غرار دول الخليج، دعت الوزارة إلى ضرورة انخراطهم بنظام العمل التونسيين بالخارج لضمان التغطية الصحية وجراية التقاعد. تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي بقصر قرطاج بالحبيب بن يحيى الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، تناول أهمية العمل على دفع العلاقات بين الدول المغربية والدور الهام لتونس في هذا الخصوص، اعتبارا للتحديات المشتركة الأمنية والتنموية والفرص التي توفرها المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتطوير مشاريع تنموية مشتركة بين الدول المغربية. نظمت الهيئة المستقلة ورشة عمل بعنوان الهيئات المستقلة في واقع سياسي متغير. الورشة تهدف إلى صياغة تصور يتضمن تحديد مهام تلك الهيئات وضمانات استقلاليتها. الخشية من الالتفاف والتضييق على الهيئات المستقلة باعتبارها سلطة مضادة تمنع تغول السلطة الأخرى وتوفر الشروط الموضوعية لاستمرار المسار الديمقراطي، جعلت من المشرفين عليها التفكير بصفة تشاركية في الأطر القانونية وضمانات الاستقلالية لتلك الهيئات. هناك عدم فهم لدور هذه الهيئات ولصلاحياتها، وفي بعض الأحيان نلاحظ حتى اللي هناك ونعاين حتى شيء من الصدمة، وهذا أمر غير معقول. العمل المشترك بين الهيئات هو دعم للهيئات اللي مازلت في موقع ضعيف، والدعم ذي باش يحصل منه أنه التضامن بين الهيئات سيوفر نوع من الحصانة للهيئات اللي مازلت كي تكونت وتحتاج إلى شوية دعم. هي الأكثر معناها منسية والأكثر يتيمة هي الهيئة الوطنية لوقاية التعذيب. علاش؟ على خاطر ديجا هي جات آخر واحدة باللي هي معناها الراتيفيكاسيون تاع البروتوكول صار أول حاجة، أما هي جات آخر واحدة. وزيد ما فماش، احنا قاعدين نكتشفوا اللي بتاعت ما فماش اون فولونتي، ما فماش إرادة باش الهيئة هذه تخدم. رئاسة الحكومة تقول على لسان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إنها حريصة على إتمام المشهد المؤسساتي وفق ما يقتضيه القانون وما تسمح به الإمكانيات المالية للدولة. جات الهيئات المستقلة أعطاها الإمكانيات في إطار إمكانيات الدولة وتكريس استقلاليتها التي لا تعني كذلك امتيازات مالية مشتة، هذا معناها هو الضامن باش نبنيو المسار بتاعنا، باش نبنيو الجمهوريه الثانيه بتاعنا. المشرفون على الهيئات المستقله يريدون من خلال هذا اللقاء العمل على صياغه توصيات تحدد مهام تلك الهيئات وتتضمن استقلاليتها حتى لا تكون مجرد ديكور انجاز التعبير لتاثيث المسار الديمقراطي. عقد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ندوة صحفية وضح فيها مشكل المفروزين أمنيا والشروط الواجب اتخاذها لتمييز المفروزين، مؤكدا أنه أودع ملف 774 ملفا لدى رئاسة الحكومة للبت فيهم. يبدو أن ملف المفروزين أمنيا ما زال شائكا بعد أن غادر ممثل المفروزين الحوار مع الوزير وتصعيد المضربين عن الطعام، رغم أن الجميع كان متفقا على أرضية الحوار. تصعيد حسب الوزير لا مبرر له، خاصة وأن مطلب ممثلي المفروزين يتنافى مع القانون. مشكلهم النضالية أنهم يمارسوا بضرب جوع، بقى احنا ما عندناش اختلافات حول هذايا. للأسف معناها كانت مطالبة بإعطائهم القائمات، احنا ما نجموش نعطيو قائمات فيها معطيات شخصية نتاع الناس، كذا القائمات نعرفوا أنه جزء من الناس اللي تفاوض هي بيدها معنية وبالتالي فما تضارب مصالح. 774 مفروزا أمنيا تم إرسال ملفاتهم لرئاسة الحكومة، علما وأن مواصفات إدراج الشخص في خانة المفروز أمنيا هي البحث الأمني الدال على نشاطه السياسي والنقبي وعدم الانخراط في الصناديق الاجتماعية وما يثبت تجاوزه مناظرة وطنية وأن لا يكون حاملا لبكالوريا 10 و2000. والقائمة الجملية تعد 29 شخصا فقط تتوفر فيهم الشروط. اللي يستجيبوا للشروط هذه تقريبا 29 على 774، فما عدد آخر معناها في بعض الشروط ولكن ما عدد مناظرة، ما بلتو معناش وثيقة اللي وعد مناظرة، قال عديت مناظرة. هذا تقريبا فما 140 أخرين، بقى فما جزء كبير عمره ما قالناش عدى مناظرة. ولابد من طبعا معناها نكون واضحين، احنا لمينا جولة المعطيات هذه، اعطينا رئيس الحكومة كما نقول فما ناس لابد أنه نوجد لها حل
ولكن كذلك ما لازمش نوجدوا الحل معناها ونعطيه حق الناس وأولوية، فهمتني؟ لأنه فما نشاط سياسي ونقابي. ملف المفروزين أمنيا أصبح لدى رئاسة الحكومة في انتظار البت فيه في أقرب الأجيال استنادا إلى الوزير. كما قال مهدي بن غربي أنه تم توجيه تنبيه لحزب التحرير من أجل تحديد موقفه من مسألة الدولة والاعتراف بالنظام الجمهوري والرذوخ للقوانين، وأكد أنه تم إعطاء مهلة بثلاثين يوما لحزب التحرير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لحل الحزب. لأنه كيف ما صرح في منابر إعلامية يخرج في نفس المنابر الإعلامية ويعطينا موقفه الحقيقي وحول النظام الجمهوري حول اعترافه أو عدمه بالدولة التونسية، وعلى ضوء هذا سنقرر استكمال الإجراءات اللي بالطبع إذا بتمش برفع المخالفات هذه حسب القانون ستتم بتوجه القضاء وطلب تعليق الحزب هذا، وإذا ما يتمش إصلاح المخالفات هذه فتتوجه القضاء بطلب حل حزب التحرير، لأنه لا مجال اليوم حسب مرسوم الأحزاب وحسب القانون أنه حزب سياسي يمارس عمل سياسي من دون اعتراف بالنظام الجمهوري والدولة التونسية. ندد نواب الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب بتفويض رئيس المجلس محمد الناصر بعضا من مهامه الإدارية إلى أحد موظفي المجلس. استنكرت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامي عبو خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب تفويض رئيس المجلس محمد الناصر بعضا من مهامه الإدارية للمديرة العامة المكلفة بمأمورية، معتبرة أن هذا الأمر يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وقع انتخاب نائبين من المجلس انتخبوهم في باش يكونوا يعني باش ينوبوا الرئيس إذا تعذر عليه قيام مهامه. فجأنا بقرار في جاء في شكل مذكرة داخلية فوض بها سيد رئيس المجلس صلاحيته الإدارية، جزء من صلاحيته الإدارية وهي إشراف على كل الهيكل الإدارية للمجلس للمديرة العامة المكلفة بمهامها. لا يوجد أي خلل قانوني أو إجرائي فيما يخص في التفويض في بعض المهام الإدارية أو التفويض في حق الإمضاء، هذا يعني مضبوط في القانون الإداري ومعمول به على مستوى جميع الوزارات وعلى مستوى جميع المؤسسات العمومية، والمسؤولة يعني عن المصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب تتمتع بحق الإمضاء منذ يعني تكليفها. وأضاف حسين الفتحلي المكلف بالإعلام والاتصال في مجلس نواب الشعب أن رئيس المجلس لم يفوض مسؤولياته السياسية والنيابية حتى يتم الحديث عن خرق للنظام الداخلي. أعلنت حركة مشروع تونس رسميا سحب ثقتها من حكومة يوسف الشاهد قرار عدم مساندتها مستقبلا للحكومة، اتخذته الحركة خلال اختتام اجتماع مكتبها السياسي الاستثنائي الذي انعقد مؤخرا على خلفية حركة المعتمدين الذي أجرته الحكومة. حسمت حركة مشروع تونس موقفها رسميا بسحب ثقتها من الحكومة الحالية والامتناع عن دعمها مستقبلا، قرار جاء بناء على ما اعتبره أمين عام الحركة فشل الحكومة والأحزاب المشكلة لها في معالجة القضايا المحورية فضلا عن الخروقات الواضحة لوثيقة قرطاج على حد تعبيره. وجهنا انذارات متعددة، أول شيء ليس هناك تشاور بين الأحزاب المشكلة اللي هي داعمة للحكومة، من قانون المالية احنا صوتنا ضده إلى أخيرا هذه قضية التعيينات في المعتمدين اللي هي تهديد أو هي أول شيء خارج القانون ومخالف القانون ونوع من الفساد الإداري، والثالثا تهدد الانتخابات المقبلة البلدية وتخرق اتفاق سابق بتحييد البلديات. كما نبه مرزوق من واقع العلاقات الخارجية السياسية متسائلا عمن يصنع السياسة الخارجية في تونس. ما لاحظناه في المدة الأخيرة من تغول طرف سياسي اليوم مشكل الحكومة اللي تقريبا ولا يعوض في الدولة في مجالات تتعلق بالعلاقات الخارجية، سواء كان في المبادلات مع ليبيا ولا في الموقف الليبي، في غياب تام للحكومة ولرئيس الجمهورية. هذه الأشياء الكل تجعلنا لا نستطيع أن نواصل دعم هذه الأخطاء. في عقاب حجب حركة مشروع تونس دعمها مستقبلا للحكومة الحالية، تطرح الحركة بديلا لإصلاح منظومة الحكم القائمة بعرض رؤية مختلفة في مارس المقبل للخروج من الوضع الحالي للبلاد.
توفي مساء أمس السياسي محمد بالحاج عمر الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية عن عمر يناهز 83 عاما. كان الفقيد عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس في سبعينيات القرن الماضي ومن مؤسسي حركة الوحدة الشعبية في الثمانينات. في سنة 99 و900 و1000 تقدم محمد بالحاج عمر للانتخابات الرئاسية تحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين. رحم الله الفقيد رحمة واسعة. تعيش منطقة نكريف من ولاية تطاوين على وقع العملية الإرهابية التي جدت يوم الأحد الفارط بالمركز الإسلامي بمدينة كيباك الكندية، والتي قتل فيها عدد من الأشخاص من بينهم مواطن تونسي أصيل الجهة، وأصيب آخرون بجروح من بينهم تونسيان اثنان. عائلة الفقيد عبرت عن رفضها لكل أشكال الإرهاب والإسراع بوصول جثمان ابنها إلى أرض الوطن في أقرب الأوقات. حزن وألم كبيران يخيمان على قرية نكريف منذ سماع خبر وفاة أحد أبنائها أبو بكر الثابتي في حادثة العملية الإرهابية التي استهدفت مسجدا في مدينة كيباك الكندية، مخلفة الدموع والأسى لدى والد المرحومة الذي كان قد زاره منذ فترة قصيرة هناك في منطقة الكيباك. مشيت لنا أنا ما جبت عندي شهاي ما روحت مقاه، قال لي بحول له في الصيف بنروح حي ممنع بنروكم بحول الله هذا منروكم، والحي اللي كان سهر ربي بقيت تولودت دالي التشارة 5 سنين، قال من التشارة متاعكم 5 سنين تمشي وجوه كيف ما تحبوا والحمد لله. عائلة المرحوم أبو بكر الثابتي ولئن تجلدت بالصبر الكبير فإنها تنتظر بفارغ الصبر وصول جثمان ابنها. إن شاء الله يزيدوا صلت معنا يجبون جثمان باش نرتاح أعتقد كده دفنا ونرتاح. يعني حتك هذه بينت أن الإرهاب ما عندش دين وما عندش جنسية، والتهم اللي كانت توجه للإسلام باعتبارها معناها يعني يمارس الإرهاب، الحث هذه بينت أن موجود الإرهاب حتى في الأوساط غير المسلمة، وهذا احنا ولدنا مش ضحية ممارسة إرهابية بكل المواصفات يعني. وفي انتظار معرفة الحقيقة الكاملة أهالي منطقة نكريف يطالبون الحكومة بتنظيم جنازة وطنية تليق بمقام ابنهما. وفي آخر تطورات العملية الإرهابية التي جدت الأحد الماضي بأحد مساجد كيباك الكندية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، قالت الشرطة الكندية إن طالبا جامعيا كنديا فرنسيا هو المشتبه به الوحيد في حادث إطلاق النار، وقد وجه القضاء تهم القتل العمد لمنفذ الهجوم. يأتي هذا في وقت شددت فيه السلطات الكندية من إجراءاتها الأمنية بعد الصدمة التي هزت الكنديين إثر العملية الإرهابية الدامية التي ضربت مسجد كيباك الكندية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح في بلد يعد آمنا. نشرت الشرطة الكندية دوريات عند المساجد والمدارس في عدة مناطق من بعض المدن، كما تم تطويق عدد من البنايات حول المركز الإسلامي الذي تعرض للاعتداء. وفي آخر تطورات الأبحاث التي لا تزال جارية، أعلنت الشرطة الكندية أن القضاء وجه تهمة القتل العام إلى طالب جامعي يحمل الجنسية الكندية والفرنسية ويبلغ عمره 27 عاما. كما قالت الشرطة الكندية أنه إضافة إلى تهمة قتل 6 أشخاص عمدا، وجهت المحكمة إلى الموقوف تهمة الشروع في قتل 5 أشخاص لا يزالون في المستشفى بحالة حرجة. المصدر ذاته قال إن هناك مداهمات جارية للحصول على أدلة تكفي لتوجيه تهمتي الإرهاب والنيل من الأمن القومي إلى الطالب، ومن المقرر أن يمثل المتهم مجددا أمام المحكمة كما في 21 من فبراير المقبل في جلسة يوجه خلالها المدعي العام التهم إليه بشكل رسمي. ويرى متابعون أن هذه العملية الإرهابية تعد من بين عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة الحدوث في كندا، التي تطبق قوانين أكثر صرامة على امتلاك الأسلحة من الولايات المتحدة. هذا الإرهاب الأعمى الذي يضرب الأخضر واليابس يضرب بطرق متنوعة وغادرة، يغدر ويترك وراءه الألم والوجع. واجهه الكنديون برفع شعارات المحبة ونبذ العنف والكراهية. اختتمت اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبيبا أشغال القمة 28 للاتحاد الإفريقي التي توجت بإعادة انضمام المغرب إلى الاتحاد بعد 33 عاما من القطيعة.
وقد أصبحت المغرب رسميا العضو 55 في الاتحاد الإفريقي، ما اعتبره العاهل المغربي في كلمة بالمناسبة فرصة للاطلاع بدور أكثر حيوية في الاتحاد، فيما يرى فيها مراقبون فرصة جيدة للرباط للمشاركة بجدية في قرارات الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية. وفي آخر تطورات الملف السوري، اعتبرت دمشق أي محاولة لإقامة مناطق آمنة في سوريا دون تنسيق معها عملا غير آمن وانتهاكا لسيادتها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو موافقة مشروطة على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة مناطق آمنة في سوريا. أحيى اقتراح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، وذلك رغم تغير الوقائع على الأرض بعد 6 أعوام من بدء الأزمة السورية. وفي أول تعليق من دمشق على مقترح الرئيس الأمريكي، قالت الحكومة السورية إن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة في سوريا دون تنسيق معها يعتبر عملا غير آمن وانتهاكا للسيادة السورية. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق تأييد الرياض لمقترح الرئيس الأمريكي بهذا الشأن في سوريا واليمن. ووسط دوامة الترحيب والرفض والتحفظ في المواقف الدولية، أعلنت اليوم موسكو موافقة مشروطة على مبادرة واشنطن بشأن إحداث مناطق آمنة في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن المبادرة تتطلب تنسيق كافة التفاصيل وحتى المبدأ نفسه مع الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وكان لافروف حذر في وقت سابق من خطط واشنطن بهذا الشأن، داعيا الرئيس الأمريكي ترامب إلى دراسة العواقب المحتملة لهذا القرار. في المقابل، كان الترحيب التركي بالمقترح الأمريكي متوقعا باعتبار أن أنقرة طالبت في وقت سابق بإحداث منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية بعمق يتراوح بين 35 و50 كيلومترا داخل الأراضي السورية. ميدانيا، رفعت واشنطن دعمها العسكري للقوات الكردية السورية المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بتزويدها بأسلحة نوعية غير مسبوقة تضم ناقلات عسكرية وعربات مدرعة. ويأتي ذلك بعد أيام من دخول الجمهورية ترامب البيت الأبيض وبعد يومين من عملية الإنزال الأمريكية في اليمن، ما يمثل مؤشرا على تغير السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي في مناطق الصراع وحرص ترامب على السير في الاتجاه المعاكس لسلفه بارك أوباما. في أخبار الرياضة، تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر للدور ثم النهائي لدورة تايوان إثر فوزها على الأمريكية نيكول جيبس بمجموعتين لمجموعة واحدة. ستواجه جابر في دور الثمانية الأمريكية تشامبي. أعلن نادي غازيانتاب الناشط في بطولة الدرجة التركية الأولى لكرة القدم تعاقد مع الدولية التونسية نيس بن حتيرة لمدة موسمين، وسبق لبن حتيرة اللاعب لأندية ألمانية عديدة أبرزها هرتا برلين وأنتراخت فرانكفورت. كما أكد نادي ديجون المنتمي إلى الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت التوصل إلى اتفاق مع النادي الإفريقي بخصوص انتداب الظهير الأيسر أسامة الحدادي. أضاف موقع ديجون الرسمي على الإنترنت بأن الحدادي سيوقع عقدا مدته 2.5 العام. وفي الدرجة البرتغالية الأولى لكرة القدم، انقاد بنفيكا المتصدر إلى الهزيمة ضد فيتوريا سيتوبال بهدف دون مقابل في ختام منافسة الجولة 19. سجل هدف المباراة الوحيد زيمانويل في الدقيقة 20 من المباراة. ألان مشاهدين لتذكير بالعناوين. المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بعد توافق على مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية. إلغاء احتساب نسبة 20% من المعدل النهائي للبكالوريا. تعديلات على نظام الامتحانات المستمرة للإعدادي والثانوي.
والحكومة تقول إن إصلاحات كبرى ستشمل الصناديق الاجتماعية السنة الحالية، وتؤكد مراجعة برامج المساعدات الاجتماعية. وقبل أن نختم، نشير إلى أنه يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية www.tunisiatv.tn. وفي الختام شكرا لتيم المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.